للحديث أكثر نربط الاتصال مباشرة مع المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية نسيم برناوي، أهلا بك مجددا. إذا كما تابعت من خلال التغطية المباشرة، كان هناك توافد مكثف وتجند لمصالح الحماية المدنية من أجل مجابهة هذا الحريق. طبعا يعني في بدء الامر كيفيه السيد العمليه في الحمايه المدنيه، في بدء الامر كان تدخل وحدات الحمايه المدنيه لديك الجزائر عبر الوحدات التنمويه، ثم دعم من الوحده الرئيسيه اصبح 5 شاحنات من ولايه الجزائر، ثم دعم من طرف الوحده الوطنيه للتدريب والتدخل ب8 شاحنات، إضافة إلى دعم من الوحدات التابعة لولاية طبازة وهي المجاورة لولاية الجزائر لتصل إلى 16 شاحنة وتواجد أكثر من 80 عون حماية مدنية لأي مكان أجل العمل على إخماد هذا الحريق ومنع انتشاره. نعم سيد نسيم برناوي، يعني كما لاحظنا في هذه التغطية المباشرة إمكانية بسيطة يحوز عليها عمال المنتزه دنيا بارك، يعني ربما في هذا المنتزه يعني نظرا لمساحته الشاسعة واحتوائه على مثل هذه المساحة الخضراء، ربما تكون هناك إمكانيات كبيرة من أجل مجابهة مثل هذه الحوادث. لا طبعا يعني مثل هذه الحوادث تتطلب يعني امكانيات ماديه يعني في شاحنات وكذلك بشريه مؤهله يعني خاصه وحتى ربما تخصيص حمايه مدنيه خاصه بالمنتزه. طبعا لا لما لا يعني نعمل على استحداث احنا يعني متنقيه كما فعلنا على المستوى منتزه بن عكنون الذي يعرف يعني صلاحيه كبيره، ربما يدع التفكير الى وضع هناك يعني مثل هذه الوحدات، لكن الوقت يعني المتزامن مع اندلاع الحريق وهو تقريبا نهايه شهر اكتوبر، اي يعني تقريبا سنعدم في مثل هذه الحريق، لكن مثل هذه الظواهر الطبيعيه الحراره المرتفعه خلال هذه الايام هي ما ادت الى يعني انتشار مثل هذه الحرائق، لكن نظن انه ان شاء الله يعني مع المنتزه مع بدايه عمله يعني كما يجب واستقبال العدد الكبير من الزوار سيكون هناك استعداد فرق يعني سواء من حمايه مدنيه او مصالح الغابات او امكانيات خاصه بالمنتزه من اجل تفادي الوقوع في مثل هذه الكوارث والخسائر على مستوى المنتزه. نعم سيد نسيم برناوي، لو نتحدث ربما حتى أنا ربما يجب لو نتحدث يعني في إطار التكوين بالنسبة للعمال عمال المنتزه، ربما حتى يجب أن يكون لديهم تكوين في طريقة إخماد النيران. لا هذا واجب، هذا واجب لانه حتى يعني الانسان ما يكونش مكون لكيفيه اخماد اي حريق ما يقدرش انه يروح ويجابه اي حريق مثل هذه الحريق، لانه فيه هناك عوامل ظاهره طبيعيه في مثل الرياح وكيفيه يعني تغييرها في ظرف وجيز، اضافه في تقنيات الاخماد يعني الوقت وكيفيه منع الانتشار الهجوم والسيطره، كلها تقنيات تتطلب يعني تكوين خاص في هذا المجال. نعم سيد برناوي، يعني ما هي النصائح ربما التي نقدمها لمستعملي الطريق في مثل هذه الحوادث من أجل تفادي الازدحام المروري؟ يعني نحن نعرف ربما الشعب الجزائري لديه شغف ومعرفة ربما ماذا يجري، ربما هذا ما يسبب ازدحام مروري، يعني ما هي النصائح التي نقدمها لهم؟ طبعا يعني تعنينا الفضول، الفضول الذي ربما يجب الكثير من المواطنين في مثل هذه الحالات، هناك يعني القلق الاول يتمثل في الازدحام المروري وعرقله يعني وصول الاسعافات وشاحنات الاطفاء في الوقت السريع، اضافه الى كذلك هذا الدخان الذي يكون كثيف منها في هذه الحرائق عفوا، والذي يمكن ان يؤثر في عمليه الاختناق او كذلك في عمليه يعني انعدام الرؤيه على المستوى يعني بين 5 امتار او 10 امتار، لذا تفادي التواجد في مثل هذه الاماكن يمكن عمليه الاخماد والسيطره كليه على الحرائق. نعم سيد نسيم برناوي، يعني كنصائح ربما يتم تقديمها فيما يخص التكوين تكوين العمال من حيث إخماد الحرائق، يعني في أثناء استضافتي لك في أحد المرات كنت تطرقت إلى كيفية إخماد النيران أنه يكون توجيه أنبوب المياه يكون إلى منبع الحريق وليس فوق الحريق. نعم هناك يعني في استعمال هذه المدفعيه يعني يكون في منبع الحريق وقاعده الحريق، لكن على مستوى الخرطوم الذي يستخرج منها الشاحنه سواء كان 45 ملم او 70 ملم، هناك تقنيات يعني في طريقه الهجوم، هناك
يعني نفاثة مطرية ونفاثة قوية وصلبة. هناك تستعمل تتغير في المراد ومنه في عملية التبريد أو عملية منع الانتشار تستعمل نفاثة خاصة، وفي عملية الخمار تستعمل نفاثة يعني كذلك قوية وصلبة من أجل تدمير الحريق. ثم عند الانتهاء يعني السيطرة يكون هناك يعني الهجوم كله ثم عملية الحراسة لمنع إعادة انتشار الحريق والتأكد أن الحريق أخمد نهائيا، يعني أنه مثل هذه الحرائق ربما تخمد لكن من تحت يعني الردوم ومن تحت الحراشة دي يكون هناك مجال الجمر كما نقوله مجال مع هبوب أي رياح خفيفة يعاد انتشار الحريق. لذا عملية الحراسة مهمة جدا في مثل هذه الحرائق. نعم، شكرا لك على كل هذه النصائح. المكلف بالأعلام على المستوى الحماية المدنية نسيم برناوي، شكرا جزيلا لك.